ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد. النهاردة انا هلعب دونت نوك توايس. ولو انت جديد في القناة متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. طبعا هو بلعب عشان خاطركم لعبة رعب، فايه الله يكون في عوني فعلا. يعني انا بصوا، لعبة رعب دي بتخض بسهولة جدا 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 مني يا جماعة. وانا قلت بتخض ان الالعاب بسهولة جدا جدا مني. طب هو معلش، هو انا بخرف ولا ايه؟ ما علينا، بتخض قصدي من العاب الرعب، بس مش بخاف، بس بتخض بس بدلعكم. دلعوني بقى زي ما بدلعكم. اشتركوا في القناة واعملوا لايك عشان المونتاج. انا بلعب في المونتاج عشان كله، عشانكم انتوا. هضحي عشانكم، بضحي فعلا. ما علينا، هو سيبكم من الاشعار اللي انا عملتها. هو سو كده اشعر الجسم كده، تحس ايه القرف ده؟ ما علينا. يلا بينا نبتدي الفيديو. يلا ازاي يا جماعه، ما انتوا شايفين كده ابتدينا. يا جماعه مش عارف انتوا سامعين صوت المروحه اللي ورايا دي ولا لا، مش عارف انتوا شايفينها اساسا ولا لا. ما علينا، معلش يا جماعه انتوا سامعينها، بس الدنيا حاره جدا. طبعا يا جماعه انتوا عارفيني مش بفهم انجلش قوي، فايه كل حاجه تترجم لكم. هو ايه اللي حصل ده؟ طب اعمل ايه دلوقتي؟ ايه ده؟ ثانية يا جماعة، هو بس كده. طبعا كل ده هيترجم لكم، انا يعني مش بفهم انجلش قوي، معلش يا جماعه اعذروني على الموضوع ده، بس انا مش بفهم انجلش قوي، فاعذروني على الموضوع ده. ما علينا، انا اقسم بالله ايه مرعوب. ايه مش عارف افتح ليه. ايه ده؟ لا لا، مش دينا، مش هتكون ضلمة أكيد صح؟ اسمع يا جماعة، هو كان قايل إيه فيه عشان ما كسش قوي يعني في الكلام اللي بعتوه كتبوه لي. يا جماعة أنا ما كسش في الكلام اللي بعتوه لي، هو كان قال لي بس أهو ماشي قشطة. يلا بقى نروح، طب الباب بقى يكون اتفتح يعني ولا اتفتح يا جماعه، ولا يحسبني اتفرجت على فيديو عشان تحسوا ان ايه عارف اللعبه شويه، ولا انا مش عارف اللعبه هو ايه باين. لا لا، مش عايز اشوف الصور دي. لا ده شغل ده، اي ولاعه اشوفها هشغلها، ماليش فيه. حسبي الله ونعم الوكيل. ليه جاب اللوحه دي؟ مش فاهم الصور دي ليه؟ شغل يا عم شغل. انت شغل من البيت ده، هو ايه اللي جابه البيت ده اساسا؟ ما علينا، ثانية يا جماعة، في رسالة اتبعتت لي، اصبر. طبعا يا جماعة كل الكلام ده هيترجم لكم، وانا هعرف قصة اللعبة بعد ما ترجم الكلام ده. يلا ثانية بقى نشوف كاتبين ايه هنا. كله هيترجم يا عم خلاص، فيها ام الضلمة دي مفيش. ايه بقى شكلي ايه؟ ايه ده؟ يا سبحان الله، انا عفريت. طب طبعا يا عفريت في اللعبة، اخاف من ايه والعفريت ليه تحاول تقتلني؟ يعني من زيهم اهو. ماشي شغل يسر. لا ما علينا، لا مصر انت بتخدني ليه؟ بتخدني بتخد. جماعة اسمه ايه ده؟
حسبي الله ونعم الوكيل. يعني البرق والله اقعد مش لاقي انه يجيلي دلوقتي، يعني مفيش اي ولاعة تانية ممكن اشغلها؟ طب فيه مفيش تاني؟ طب ما اشغل اللون دي وخلاص، او اللمبة دي، مفيش ولاعة تانية؟ لا حرام عليك يا عم. شكرا، فت كويس. انا اصلا كنت هقفل الباب بقى كده كده، هو ايه انا اصلا كنت مكسر، هو كده ايه طلعني العفيد ده. فوت اعمل ايه جماعة؟ ايه خرجوني من البيت ده، ابوس ايديكم ابوس ايديكم، مش عايز افضل البيت ده. طب ليه؟ هو ايه اللي جابوا اصلا البيت ده من اساسه؟ يعني انا مش فاهم ايه ده. ايش المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ انا هقطع عليك واشوف المفروض اعمل ايه. مش كده يا جماعه، لقيت الباب ده اتفتح. لا انا مش عايز اخش البيت ده تاني. لا قشطة، هي ليه اللعبة بتعمل كده فين؟ كل ده يا جماعة هيترجم لكم وانا هفهم القصة بعد ما اترجم حاجة. ثانية يا جماعة، لا هات هات، ما عايز الف ده. شكرا. هي ليه؟ عايزين يخافوني ايه ده؟ جماعة الشمعة طفت ليه؟ افتح 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 الباب يا عم افتح. هو ليه مش راضي يفتح يا جماعة الباب ده؟ اصبروا بقى كده يا جماعة، جماعة الباب مش عايز يفتح اهو. استاذ يا جماعة حرك الماوس عشان الباب ده افتحه. مش عارف ليه القرف اللي عاملينه ده. يلا يا عم عايز ادخل. اقفل الباب يا اسطى، اقفل اقفل يا حاج اقفل بقى. ليه ده؟ مش هقفل الباب احسن، ده مش هقفل الباب والله. في دم ما شاء الله، الرسومات بقت احسن. مش عايز احسد الرسومات دي الصراحه، هو ما مين اللي عمل الصور دي يا ولد؟ ما علينا. لا مش عايز اغلط يا جماعه، انا كنت اكيد عليا عشان ايه ده؟ لا خلاص غلطت. ما كان في واحده بتخبط لي هنا صح؟ ولا كان ثاني شباك، كان واحده ولا واحد مش فاكر، كان في حد بيخبط له. دي ضلمت لي كده. اه حد كان بيخبط هنا تقريبا، ولا بيخبط في انهي حتة، ولا في انهي اوضة بالظبط. ما علينا، يعني موضوع تافه. يلا بينا نشوف انا رايح فين. ده طب قشطة، زي اللي انا بلعب فيه. يلا بينا نشوف خد هنروح فين جماعة. وانا بعدي شفت اللوحة الجميلة جدا، لوحة فنية رائعة اللي رسمها يعني رسام باهر. هي مش عارف هي صورة ولا رسمة، بس هتحس ولا رسمة، فانا هعتبرها رسمة. يعني ما شاء الله، يعني الرسمة ده رسام باهر جدا. يلا بينا نكمل ونشوف. مش تيجي مع الباب ده فتحته؟
مش عارف انا جبت التايه. ما اكيد يعني هلاقي الباب وافتحه، والباب ده ما اقدرش افتحه. ده باب الشقه ده ولا ايه؟ او باب القصر ده، ما اعرفش. ده باب الخروج تقريبا. طب ما اخرج من المكان ده وخلاص يعني، ليه افضل فيه؟ ما علينا، المفروض اروح فين دلوقتي؟ ثانية بقى، اطلع سما اشوف ايه فيها. دول بس لما اطلع سما عشان اشوف لو هقطع عليكم، راح سيكون في مشهد بيخض ولا حاجة. شوف في مشهد بيخض، تشوفوني اقعد اتخض واتفزع قدامكم عشان عارفكم بتفرحوا لما تفزع. ما عارف ده بيفضح للناس دايما. بشوف الواحد بيلعب لعبة رعب وبيتفزع. يا جماعة ده منع فيه طبعا، ما الملاهي مش جايباني. اسمع، معرفش يا جماعة اتخضيت ليه، معرفش والله، انا تخيلت صوت واتخضيت. يا جماعة ده كله هيترجم لكم. ولع يا اسطى، ولع يا عم. طب ده ولع بس كده، اظن في حاجة. لا مفيش. هو في يا جماعة مشهد يخض ولا؟ عشان لو في مشهد يخض هتشوفوني. مين ده؟ مش هكون مرعب. انا هقطع عليكم يا جماعة خلاص. اوكي يا جماعة، انا دخلت الأوضة دي والباب ما شاء الله اتقفل عليا. كل الكلام ده هيترجم لكم، هتلاقوا اترجم. مش عارف انا قلت الكلام ده كتير بس هو كده. المهم يا عم، ايه في حاجة المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ بس انا في الأول بدل ما امي الورق يا جماعة بقى ايه اسمه ده، بعمل كده بخلاص بدل ما امي الورق. باب بيفتح يا جماعة، موضوع فتح الباب في اللعبة دي رخم جدا على فكرة، موضوع صعب اوي على فكرة فتح الباب ده. يا سبحان الله، العفيت وفر عليا وفتح الباب ده. شاب يجري، مش ده الشباك؟ ايوه هو ده الشباك اللي فيه واحدة كانت بتخبط على بتخبط فيه. وهذا ده اشوف حاجة في اللبنة. لا ماشي، ما بيتقفل ولا لا؟ طيب يا جماعة، في عفيت طفل بيتمرجح هنا. الاطفال احباب الله، المفروض ما اخافش من عفريت الاطفال. هو قاعد بيلعب بيتمجح يا جماعه، برضه قافل اللعب بيتمجح. اقسم بالله يا جماعه، اقسم بالله يا جماعه، انا قلبي كان هيقف دلوقتي. ايه الخضه دي؟ اي يا جماعه ما تستغربوش من خضاتي، خضاتي غريبه ومش بنمثل في خضات. مش بقى مش ما اعرفش، خضتي بتيجي متاخر شويه يعني، عم الاحظ يعني. ما علينا. اه يا جماعه والله مش بمثل، فعم بتخض بتفزع. يا جماعه صوت المطر ده، صوت المطر ولا صوت ايه ده؟ مش صوت مرعب اوي. صح يا جماعه، نسيت اقول لكم حاجه، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. معلش انا العفيت الساكن في البيت ده، معلش يعني ايه وقعت له اسمها ايه دي، نسيت. ما علينا، انت صاحب البيت ده ولا ايه؟ مش عارف، مش مهم، مش مهم يعني. افتح افتح افتح، اقفل اقفل.
اقفل يا عم اقفل 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 كويس. ما اعرفش يا جماعه، في موضوع قفل وفتح البواب ده صعب جدا، يعني الموضوع فعلا صعب قوي اني اقفل او افتح الباب. ما علينا، او اني احرك وشي عارف ده ايه، يعني ايه سبب المشكله دي، ابقى اتصرف. ما علينا، هو ايه حل المشكله دي؟ ما علينا. لا ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه، شكلها شكلها ايه مش مخيف خالص كده، وست دقيقة ما شاء الله. مش يا بت امشي، وليه الحاجات دي؟ ليه الزعل ده؟ واضح يا جماعة انك كان بيتعمل سحر هنا. امشي بس يا جماعة، وصلنا كده، احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو، بس لازم السلامة كل واحد. خلاص كده يا جماعة، سلمتوا عليهم كلهم. صح صح بص يا طفل تاني كده، فين اخلي لك طفلك طفلك؟ مش فاهم انت راجل ولا بنت. طيب ما علينا، انسان تافه. ما علينا، الله مجد. ايه ده جماعة؟ في حاجة لسه ملاحظها. لأ هات المجة، انتوا مش عارفين العصافير ده معايا ولا لأ؟ أنا عندي أخت المجة دي بالظبط عندي في البيت، أنا عندي فعلا أخت المجة دي، بس أنا عندي بتتكسر يعني، بس مش عارف ليه مش بتتكسر. ما علينا، احنا كده يا جماعة وصلنا لنهاية الفيديو. متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة، ويلا هتوحشوني الفيديو الجاي. سلام يا أحسن ناس في الدنيا، أو أحلى ناس. بصوا أي حاجة عشان أتفق. ما علينا، سلام يا أحلى ناس في الدنيا، هي لازم أحلى أو أحسن، أو لا أنا عاجبني يا أحلى ناس، أنا إنسان تافه. يلا سلام يا أحلى ناس في الدنيا، سلام يا.